تخيلوا هاي الفايبس تكون موجود في ميامي، ومبارح بالليل كانت بتشتي، والأجواء اللي موجودة هون الخرافية. وللأسف هذا هو آخر يوم. وين يا جلال؟ اليوم الحزين الرحال بدي يرحل عني. قلبي. اليوم بعد تقريبا يا جماعة 10 ساعات من الآن رحلتي إلى لوس أنجلوس راح نفارق جلال، والحمد لله لحقت شوي من عقلي قبل ما أفقده معه. بل كان اللي فقدته. والله وارد. حسنا انت اللي كثير العاقل يعني. انه انا المجنون وانت العاقل. اثنين ولا حبة يا جماعة، اقسم بالله. الفايبس لما نجتمع يعني الله يسر الله يسر. رايحين هسه راح تتفاجئوا احنا وين رايحين. فمعنا ضيف الان. هيا وصل وصل وصل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. واتساب. قدم هاي المرة شو مساعدة. ما شاء الله. واتساب جايز. واتساب هاو يو دوينج. Thanks God. شوف المنطقة اللي وصلناها الآن، وهسه راح تعرفوا احنا وين رايحين، ولكن هاي المنطقة راقية جدا. شوف البيوت الموجودة هون، شوف السيارات اللي موجودة على باب البيت. تعرف المنطقة راقية ولا لا؟ هاي البيوت يا جماعة من 5 إلى 8 مليون دولار إذا كانت على جهة الشط على الشمال، و2-3 مليون إذا كانت على اليمين مش على جهة الشط. شوفوا الآن البيت اللي دخلين عليه، وراح تعرفوا احنا ليش فايتين عليه الآن. ما شاء الله. أوكي أوكي، عندهم تسلا. أوكي. احنا جايين اليوم عند صاحبي، بيت صاحبي بول. او ماي جاد. هي مونيش. هي مونيش. بدنا نحضر مباراة كأس العالم على قد ما نهتم يعني. هي بوبي. مونيش. ميسي. اوكي اوكي. اوكي احنا في بيت صاحبي، واحد ساقط بعرفه. شوف هذا احلى شيء بالفيو عنده هون، بتشوف القوارب اللي بتمر. هذا القارب اسمه قارب بيرشن. اي ثينك هذا يمكن بين 4 مليون و 8 مليون. انا مش كثير بعرف بالقوارب، بس بعرف انه هذا بالملايين. هاي البلكون على غرفه صح؟ واو. تخيل تصحى كل يوم هيك تطلع بكلسونك واقف زي هيك. تتأمل في أم هالجو. تعال هسا عن جد بديك تتخيل انه هذا هو بيتك في ميامي، وهاي هي اطلالتك على البحر اللي موجود هون. عندك هناك كل ابراج الداون تاون، عندك الاطلالات اللي موجودة هناك، ولو عملنا زوم ان شوف الاطلال كيف. وفي قوارب تمشي من قدام بيتك كل يوم الصبح. ولسه احنا الان في الشتاء في ميامي، ما بالك لما تكون الدنيا صيف بيكون هذا كله متعبي. بيكون عندك في بيتك هون مصف للقوارب لحتى تصف قاربك عليه، وعندك هون ما شاء الله بيت طابقين، عندك بركة السباحة الموجودة هون وموجود، وامورك تمام التمام ومبسوط. هلا اغلى اشي بميامي انه يكون عندك ارض على المي. هلا في اراضي بتكون على المي، مثلا بكون قبالك بيوت، هاي برضو غالية بس الها سعر اقل من البيوت اللي بتكون يعني لو البيت مثلا مش حلو كتير، بس ارضك على مي مفتوحة زي هيك هون تطلع كتير. سو في عوامل كتير ممكن تقلل من قيمة الأرض أو تكبر من قيمة الأرض. إنها تكون عمي مفتوحة هذا إشي واحد، بس ممكن تحكي طيب هاي الأرض مثالية، شو ممكن يقلل من سعرها؟ إشي واحد صغير. فيضانات. أنا بورجيك إياه ولا إله دخل. نو تعال شايف العمارة هاي؟ عادة اللي مثلا الغالية اللي زي هاي يفضل إنها ما تكون جنب عمارات، لأن الكل مثلا بيقدر يشوف جوا ساحة بيتك. بس هذا مش إشي إنه يعني بيخرب البيعة، بس إنه هذا إشي صغير ممكن تحكي بفضل إنه ما يكون في جنب عمارة، لأنه إذا بطلع فوق للعمارة أعلى من البيت الناس بتشوف جوا ساحة بيتك. فهذا إشي لا نظام العربي يا يعني بس هذا إشي يا بس شو اسمه الشاب اللي بعرفه حيصرف إشي 200,000 على شجر اللي يسكر اللي فيو هاي كلها، وراح أصلا هو يهدم البيت يبني بيت جديد. سو انا ممكن تحكوا طب جلال ليش ما عندك بيت هيك صح؟ سؤال منطقي. انا عشان عمري 30 سنه من اول ما بلشت في الاستثمار قلت بستثمر مصاريي في عمارات في اشياء استثماريه اللي تعمل لي مصاري، مش ضروري اشتري بيت. هو مثلا عمره 45 انا عمري 30 سنه، بضل استثمر مصاريي بالعقار اللي بعمل لي مصاري عشان يجي اليوم اللي اقدر اشتري هيك بيت جاهز مخلص مبني جديد زي ما بدي وبديل. اعطينا تاريخ عشان الناس يرجعوا له الان في المستقبل. تكون باني في بيت احلامك يا جلال بيت في ميامي. اكبر بيت احلامي، مش اول بيت بدي اشتري، بيت احلامي. اوكي يا 2000 احنا ب 2022 بالضبط 2027. 2027 راح نقعد انا وياك كمان مره ونفوت جوله في بيتك. وب 2025 او قبل راح يكون عندي طيارتي الخاصه. اوكي احفظوا التواريخ هاي يا جماعه. وثاني مره وثاني مره بتيجي تصور عندي بميامي، وربي لما يكون عندي الطياره ما بخليك تطلع غير بطيارتي. ببعث الطياره تجيبك انت ومرتك لانها حتكون متجوز، وبتوصل هون والروز رويس مع الحرس والشفري بيجي بيجيبوك المطار، وبتنام بغرفه مش هو غرفتك، بتعطيك بيت
لحالك تنام فيه. انت بس تعال. يا سعد قلبك برو، يا سعد قلبك. خلاص اتفقنا يا جماعه. اوكي ركله جزاء، شوف النتيجه 3-2 دقيقه 116 ركله جزاء. معقول معقول تيجي؟ معقول معقول؟ اوكي اوكي، هاي الارجنتيني زعلان. انت مع مين؟ فهمني انت مع مين. انا مش عارف، انا بدي اروح اطبخ. الجيم لله ستريس، وانا بحضرش طابي، وانا كيف اللي بيحبوها. مين مشجع فرنسا وانا الوحيد؟ ساقط فرنسا. فرنس فرنس فرنس. انا ابوها لا اطردوا من الشركه. اخر ركله، اخر ركله، بجيبوها بجيبوها. والان فعليا بلش الفيديو. خلينا نشوف الجي واجن 2022 قديش فلها في ميامي. السياره فيها اقل من الربع. وقديش بتعبي؟ 93. ضروري. طب عبي 87. لا بخرب الموتور. ما حلاك انت بعبي، بتحطه على السيفيا يا خيال. بتعرف شو، مش انه بس انه بتعبيها، مثلا نحكي طلعت $100 بس، هاي يعني بالاسبوع بدي تانك ونص، يعني بعبيها يمكن بدي $150 لـ $200 بالاسبوع بس بنزين. طب ليش ما تجيب سياره كهرباء مثلا تسلا؟ سامع صوتها؟ سامع. فعلا كهرباء بيعمل هيك؟ لا كهرباء بتجيبش نسوان. ورب الكعبه انه قصه البني ادم مجنون 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 مجنون. قديش طلعت يا جلال؟ $67 معلم. 76. الو 76 76 بس كان فيها ربع بس، هذول بضلوش 3 4 ايام. بالعاده كلها قديش؟ 100 دولار. يا 98 ل 100. شو عندنا هون يا معلم؟ طالعين من المباراة، بدي اوصل صاحبي بس وقفت اشوف هاي الارض بسرعة لانه قاعدين نعمل العقد عشان بدنا نشتريها. كنت مفكر يا ابني بيت الي هون اخليه او انه بيت بس نبيعه، انه يو نو. احكي لنا مثلا شوي عن الارض هاي، مكانها وين بالضبط؟ هاي في منطقة اسمها ميامي شور، شور كريست. هاي المنطقة غالية، يعني عادة البيوت الجديدة بتتراوح بين $1.5 مليون لحد 5 مليون، مش من اغلى المناطق، يعني منطقة مرتبة، منطقة عائلية كتير، ومنطقة هاي يعني لها بوتنشل رح تطلع كتير بالمستقبل لانها موقعها استراتيجي كتير بميامي، يعني بين البحر وبين الداون تاون، يعني انت تقريبا زي بالنص. وقديش مساحتها الارض هاي؟ هاي بالضبط اظن زي 9000 سكوير فيت، بعرفش عندنا بالكيف منقيس، يعني 9000 وشوي متر مربع تقريبا 10. وقديش حقها؟ هاي عاملين عليها عقد ب 475,000. 475,000 يعني. اذا اشتريت الارض مثلا يعني ب 475 وبدك كمان 450 قول لحد 500 تبني بين مرتب، بتروح بتبيع العقار مع الارض مع كل شيء، بتروح بتبيعه $1.8 لـ $1.5 مليون. مربحك يعني تقريبا 800,000 تقريبا يا او مليون دولار يا يا اوكي ان شاء الله. يعني هذا اللي اسمه تطوير عقارات بميامي، فلما تعمل هاي الاشياء بتصير تشتري هاي الاشياء. عرفت كيف؟ اي مان اوكي هير وي جو. طيب لو سالنا حالنا سؤال انه شخص زي جلال بيشتغل وزلمه حاب يدلع حاله، انا متوقع انه كل يوم بكله في مطعم، كل يوم بغير جو، كل يوم في مكان، فاحكي لي جلال انت كيف نظام اكلك؟ نظام اكلي واحد، كل يوم احد بطبخ اكل الاسبوع كلياته لانه ما بحب اضيع وقت اروح اكل مطاعم او اكلهم مو صحي، بطبخه بزيوت وباشياء مو منيحه. انا على بطبخ انه كل شيء بسمنه صحيه، فبطبخ وجبات الاسبوع كله، فوجبات اللحمه هاي تكون وجبات الغداء، ووجبات الدجاج هاي بتكون وجبات العشاء. كل يوم بطلع الشغل بحط وجبتين، وجبه لحمه وجبه دجاج، بنحطها بالثلاجه اللي عندي جوا المكتب، فلما بدي اكل تاخذ بالضبط 3 ثواني، ببعث للسكرتيره تبعي بتسخن الاكل بتحط لي على الطاوله، باكل يمكن خلال 10 دقائق ربع ساعه وبرجع على الشغل. ورجعت على الشغل يعني. يعني اكلك هو نفسه على مدار الاسبوع نفس الوجبه كل يوم؟ 7 ايام. 7 ايام نفس الاكله؟ يس. انا ما بهمني انوع بالاكل لانه انا بصراحه ما بزهق، انا بهمني اكل اكل صحي اللي بيعطيني نتائج، يعني اخر شهرين حفت 20 باوند، هذول اظن هذول بيطلعوا زي 10-12 كيلو، بس انا ما بعمل هيك بس عشان الشكل، انا بعمل هيك اكشلي عشان لما اكل صحي اكثر عقلي بفكر جوا البزنس اكثر. لما يكون صحتي منيحه البزنس صحته منيحه كمان، مش بس جلال، تفكيري غير، يعني مثلا السكر قطعته، يمكن الشيء الوحيد اللي مو صحي اللي بصراحه بعمله على الويكند مرات بارجي
طويلة. نعم مرتين مرة هنا وهيك على الويكند. إن شاء الله راح تقطعها أنت قد إن شاء الله. أنا بنيتي أقطع بس بحس إن هذا هو الإشي الوحيد اللي أنا بفرغ فيه. أوكي. بس مش معناته صح هذا غلط. بس غير هيك أكلي 100% صح، ما في تضييع وقت على الأكل، أكل صح، عارف شو في بالأكل. وكل ما أكل أحسن كل شيء أحسن. I love this guy. I love this guy. بدي إياكم تتخيلوا الآن الفايبس الموجودة قدامكم، ميامي وغروب الشمس، وهناك الأجواء والغيوم والشمس الخفيفة جدا اللي قربت تهرب وتروح على كاليفورنيا، وهاي الأجواء القوية جدا. وتخيلوا إنه فرق 3 ساعات بين ميامي وكاليفورنيا، وهذا واحد من الشوارع اللي بوديك على الشط الجميل جدا اللي حكى لي عنه جلال، راح نشوفه الآن مع بعض. شوفوا هذا واحد من البيوت اللي موجودة هون، ما شاء الله إشي بيفتح النفس أقسم بالله. شوفوا الجمال، شوفوا ميامي، أرض الشواطئ وعالم الشواطئ. وتخيل أن يكون هذا البيت هو بيتك، وهذا البيت سعره من 8 إلى 12 مليون دولار أمريكي عشان يكون هذا الفيو قدامك. احنا وين يا سيدي؟ والله للاسف وصلنا المطار وخلصنا سفرتك بميامي. والله يا حزن يا بعيط والله. يلا ماشي بمشينا. هلا والله على فكره بدي احكي لك شغله. انا لي سنين هون، ما عمري دعيت حدا يزورني. بيتي اللي انا فيه حاليا اللي فيه 3 سنين، وقسما بالله ما اجاني حدا يزورني. انا من النوع اللي خلص في روتيني في كل شيء، ما بحب شيء غريب يدخل عندي على البيت او بني ادم غريب، لانه خلص انا بتعود انه دائما بيتي فاضي. والله العظيم والقسما بالله اخوي حتى ما نام عندي. واو. انت نمت عندي اول بني ادم في هذا البيت. واقول لك شغله، يعني ما بعرفك، اول عرفنا بعض اول مره، اول مره نتقابل. نعم. خفيف محترم، درت بالك على البيت زي كأنه بيتك، وطاقتك إيجابية، بحس إنه الفايبس بيننا نفس الإشي، عرفت كيف؟ حبيت كيف إنه بتفصل هيك بساعات في البيت، ماسك في شغلك وأنا ماسك في اللي أنا فيه، you know؟ يعني كل واحد عنده الروتين تبعه. عارفين متى نمزح وعارفين متى نشتغل وعارفين متى. على فكرة أحكي لك شغلة، أنت بني آدم ربك. انت اهلك ربوك كثير منيح، بحكي جد. عمرك 24 سنه، عمري 30 سنه، شفت ناس اكثر منك. انت مربى اهلك اولاد عالم وناس، وانت جاي من بيت عالم وناس. هذا بني ادم عنده حياه قسما بالله، وهذا اخر واحد حيفوت على بيتي. جاي مسج استضيفني، قال لك عمي انا ما بستضيف عالم وانا ما بستحي. بس هو خلص غير، دخل على قلبي ودخل على ميامي، وان شاء الله اكون انا ما قصرت معك. والله العظيم من الشخصيات اللي كنت اذكرها بالخير قبل ما اقابلها، وكنا من زمان مفروض نلتقي ولكن كل واحد مشغول بشغله، والتقينا الآن لثلاث أيام. وفعلاً I'm so proud of you. الكل بيحضرك بيستمتع بفيديوهاتك، بس ما حدا عارف قديش شغلك صعب وقديش اللي بتعمله صعب غير اللي بيشوفك وانت مش على الكاميرا. شغله لالله صعب، مش عشان يوتيوبر وبنزل هيك معناته لا لا لا، شغلته لالله صعبة، وأنا ما بقدر أعمل اللي بعمله. إنه وقت الطيران مرة أخرى يا سادة. American Airlines. وصلنا الاكزيت الان، وكيف هاي النقله السريعه من ولايه لولايه ثانيه. ابدا انا كل شيء عندي سريع، كله بثواني. الله الله على اجواء المطار وفايبس المطار مره اخرى يا ساده، ولكن هاي الاجواء بمكان بتحبوه جدا وبتعرفوه فعلا، ولايتنا المفضله للابد. خلينا نوصل الشقه وفهمكم انا وين بالضبط. انتم اكثر اشخاص يا جماعه بتعرفوا انه انا نادرا ما اطلب شغلات شخصيه الي، ولكن هالمره عن جد بدي فزعتكم معي. من هاي اللحظة اللي بتشوفوا فيها هذا الفيديو صرنا نصنع محتوى على 6 منصات تواصل اجتماعي، وفريق كامل ماشي ورا هذا الموضوع. هذا واحد من استعداداتنا للسنة الجاي. فأول رابط، أول رابط موجود تحت الوصف هو رابط صفحتنا فيسبوك، بدنا نوصلها بلاوي بأسرع وقت. فهذا هو طلب صغير مني إلكم، روحوا هناك، وإذا خلص نت اليوتيوب تقدر تحضر الفيديوهات على نت الفيسبوك. والطلب الثاني على السريع إنك تشترك بالقناة وتخليك جاهز للفيديوهات الجاية والسنة الجاية. وهيك انتهى الفيديو اليوم، فشكرا للراعي الرسمي للرحلة شركة إيمج لصاحبها شادي سايس على رعاية الرحلة كاملة. وهيك انتهى الفيديو من قلب لوس أنجلوس يا سادة. نعم أنا في لوس أنجلوس، خليكم جاهزين، وراح تعرفوا أنا ليش جيت هون وقديش راح أضل. فاشتركوا بالقناة وخليكم جاهزين، والآن بقدر أقول لكم سلام.